السلام عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لدراسة الجزء الثاني من النص المسترسل الحياة لا تعرف المستحيل. هذه الحصة تندرج في الأسبوع الثاني من الوحدة الأولى مغاربة العالم، المرجع المنير في اللغة العربية للمستوى الخامس. إذا عنوان هذه الحصة هجرة بن دحو إلى ألمانيا. إذا نقرأ ثم نعود للإجابة عن الأسئلة المرافقة لهذا الجزء. يشدد عبد الصمد على أن فكرة الهجرة لم تكن من بين مخططاته، إلى أن قصدت مجموعة من أصدقائه ألمانيا بغرض الدراسة. حينها ربطه حلم التعليم العالي في هذا البلد، ويكشف عبد الصمد أن استمرار تواصله مع أصدقائه الوافدين على ألمانيا جعله عارفا بما يمكن أن يحققه، خاصة أن حلم التحول إلى مهندس لم يفارق باله بشكل نهائي. ويعلق عبد الصمد بن دحو على هذه المرحلة قائلا: كنت أعي اقترابي من منعرج مؤثر على حياتي، لكنني خلصت إلى كوني صعوبات الاغتراب تهون في حق وطني. إذا أتي بخريطة كلمة منعرج، إذا منعرج مرادف الكلمة، منحرف ضدها مستقيم نوع الكلمة اسم تركيبها في جملة. دخلت الحافلة في طريق منعرج، إذن منعرج منحرف ضدها مستقيم نوع الكلمة اسم تركيبها في جملة. دخلت الحافلة في طريق منعرج. إذن أفهم أحلل، أضع خطا تحت الجواب الصحيح. اختار عبد الصمد بن دحو الهجرة إلى ألمانيا رغبة في العمل، رغبة في الدراسة، أو من أجل السياحة. إذن إذا عدنا إلى هذا الجزء، إلى أن قصدت مجموعة من أصدقائه ألمانيا بغرض الدراسة. حينها راوده حلم التعليم العالي في هذا البلد. إذن اختار عبد الصمد بن دحو الهجرة إلى ألمانيا رغبة في الدراسة. أبين كيف تحولت فكرة الهجرة لدى بن دحو عبد الصمد بن دحو إلى واقع. إذا تحولت فكرة الهجرة لدى بن دحو إلى واقع بسبب تواصله مع أصدقاء له وافدون على ألمانيا، وخاصة حلمه أن يصبح مهندسا. إذا تحولت فكرة الهجرة لدى بن دحو إلى واقع بسبب تواصله مع أصدقائه أو أصدقاء له وافدون على ألمانيا، وخاصة حلمه أن يصبح مهندسا. أركب وأقوم، ألخص الجزء الثاني من النص. إذا تلخيص الجزء الثاني من النص: لم يكن يفكر عبد الصمد في الهجرة إلا بعد استمرار تواصله مع بعض الأصدقاء الذين هاجروا إلى ألمانيا قصد الدراسة، فدفعه ذلك إلى إتمام تعليمه العالي، خاصة أن حلمه كان أن يصبح مهندسا. إذا لم يكن يفكر عبد الصمد في الهجرة إلا بعد استمرار تواصله مع بعض الأصدقاء الذين هاجروا إلى ألمانيا قصد الدراسة، فدفعه ذلك إلى إتمام تعليمه العالي، خاصة أن حلمه أن يصبح مهندسا. أبدي رأيي في تفضيل عبد الصمد للهجرة على ظروف العمل في البادية المغربية. إذا رغم اشتغال بن دحو في ظروف قاسية بالبادية، المغربية، إلا أن حلم التحول إلى مهندس لم يفارق باله،
ما جعله لا يفوت فرصة الهجرة إلى ألمانيا. إذا رغم اشتغال بن دحو في ظروف قاسية بالبادية المغربية، إلا أن حلم التحول إلى مهندس لم يفارق باله، ما جعله لا يفوت فرصة الهجرة إلى ألمانيا. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.